بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا بارك في سعينا وارحمنا رحمة واسعة يا كريم، يا من وسعت رحمته كل الخلائق، يا عظيم يا هادي. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. يقول ربي: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، مش كلوا بس، رغدا هنيئا مريئا سائغا. مدامكم في طريق الله فأنتم اللي مش تشربوه ذوقوه وتمتعوا به، واللي مش تاكلوه لمسا ورائحة وتذوقا وبلعا وهضما وتخلص من الفضلات، كله الرغد، كله حسن العيش، طيب العيش، لا تكدير في العيش. اليوم علاش تكدرت حياة الكرب؟ لأنهم لم يتركوا سبيل لمعصية الرب إلا انتهجوه، اتخذوه. هذه هي بعض أسرار شقاء الكرب. وما قلنا لكم كرب إلا باش نوعيكم أن أنتم أهل كرب، لأنكم عصيتم الرب فكان جزاؤكم زيادة الكرب. نسأل الله أن يصلح حالكم إن كان فيكم أمل في أن هناك رب يصلح ما فسد ويقبل التوبة عن كل عبد. وكذلك كما ورد في آخر سورة تقريب لوديسيرمو، يعني الفرقان، قال ربي فعلا في آخر السورة هذه الكريمة، اللي كونه اللي يرجع ربي يكرمه، كونه يرضى عنه ويفرح بعودته إليه، ثم يزيده إكراما بتحويل سيئاته وما أكثرها إلى حسنات، وما أبلغها وما أحسنها وما أطيبها. نسأل الله السلامة.